خير يا حاج. انا اتجوزت. مال نزل عليكم سهم الله كده ليه؟ ايه ما بتكلموش ليه؟ ايه رايك يا يوسف؟ لا مش نظريه راي يا حاج يعني، بس يعني ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. يسلم بقك يا يوسف. يسلم بقك يا يوسف. عجبتك قوي. عجبك انت كمان يا يوسف. انما انت ما قلتيش ايه رايك يا حبيبتي يا سمر. علشان انا ما اقدرش اقول حاجه يا بابا، دي حاجه ترجع لحضرتك. المهم بس ان ما حدش يضايقنا ولا حد يفرض رايه علينا. لا بصراحه انا يعني عايز افهم رايك اكتر من كده يا بابا. انا قلت لحضرتك دي حاجه ترجع لك. هترجع له. اه من حقك تعمل اللي انت عايزه، تتجوز زي ما انت عايز، بس ما حدش يجي يقعد هنا يا حاج. البيت اللي عاشت فيه امنا ما ينفعش واحده تانية تدخل مكانها. ايه وهي كمان عايزه تيجي تعيش معانا في الفيلا هنا؟ اضل كان ناقص بقى. شفت والنبي يا حاجه فردوس الراجل وعمايله. استنى يا بنت، مالكش دعوه خالص. وانت مالك يا وليه يا حشريه؟ انت قاعده معانا بتعمل لي ايه؟ ده انا لولا ان انا شايفك قاعده بتخدمي العيال، ولولا الوصيه بتاع المرحومه اللي وصت عليكي كنت قلت لك خلصينا. قاعده معانا ليه؟ اطلعي بره، الباب يفوت جمل كده. كده برضه يا حاج؟ بعد العمر ده كله واللي قضيته معاك وفي خدمتكم تقولي الباب يفوت جمل؟ طب ده انا حرمت نفسي من حاجات كتيره قوي عشان حسيت ان انا واحده من البيت ده. حرمت نفسك؟ حرمت نفسك من ايه يا وليه يا خرفانه؟ ده انت واضح انك عجزتي وخرفتي. فعلا فعلا يا حاج، اذا كبرت وخرفت كتر خيرك. انا ماشيه. حاجة فردوس مش كده. الله دي ساعة الشيطان وهتخلص. ما بقى كده يا بابا. محدش كلام خالص في 60 دقيقة. يا دوسة عشان خاطر يا دوسة افتحي بقى. على فكرة انت لو سنتي البيت ده انا مش قاعدة فيه ولا سنة. عشان خاطر بقى يا دوسة افتحي. يا دوسة ما تزعليش عشان خاطر، افتحي بقى والنبي. الناس انا اسفلك بالنيابه عن بابا، ما تزعليش بقى عشان خاطر هو ما يقصدش. انت عارفه هو دايما بيعمل كده. لا ابوك يقصد كل كلمه قالها. طب ما هو ياما ضربني سبت له البيت. انا غيرك خالص يا وحيد. يا ماما فردوس انا بجد ما اقدرش اعيش من غيرك. هحكي لمين مشاكلي ومين هيقف جنبي؟ لو بابا ضايقك فكري فيا، هعمل ايه لو سبتينا؟ وانا ما اقدرش اسيبكوا ابدا، بس اعمل ايه بعد كل اللي قاله ابوكي؟ طب انا هروح له هقول له دوسه مش هتمشي وهخليه يجي يبص راسك ويترجاكي تقعدي. استنى بس يا وحيد استنى. يا حبيبه قلبي علشان خاطري بقى ما تضايقيش نفسك كده، امسحيها فيا. انت قلبك ابيض وجميل. خلاص بقى يا قمر خلاص عشان خاطري. هي دادا لسه زعلانه ولا ايه يا سمر؟ شفت بقى عماله صالحها وهي مش راضيه، ينفع كده؟ بصراحه انتوا عيال تسد النفس. سيبك منهم يا دوسه وخليكي معايا انا. طب انا عايز اسالك سؤال، لو انت مشيتي مين اللي يعمل لي بقى الاسكالوب اللي انا بحبه؟ انا تهنت قوي يا ايهاب. ابوك جرحني كل مره بيجعجع على الفاضي، بس المره دي كلامه كان جامد قوي. وانا عشان خاطر وصيت والدتكم الله يرحمها والعيش والملح اللي بيني وبينكم وحبكم اللي انا شايلاه في قلبي مش هسيبكم، هفضل معاكم. يعني خلاص يا دوسة صفية اللبن؟ لا ما هبصي بقى، انت لو ما ضحكتيش يا دوسة انا بقى هضحكك بالعافية. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وبابا بقى سيبهولي انا هقرص لك ودانه وهخليه ما يعملش كده تاني ابدا. طب يلا رجعي الهدوم مكانها يا ست سمر. انا بجد ما عرفتش انت غالي علينا قد ايه لما فكرت تمشي. ربنا يخليك لينا يا دوسه. خلاص يا جماعه بقى سيبوا دوسه ترتاح شويه.
تعمل ايه يا حيوان عندك؟ اخلص. كنت بنضفها من جوه. تنضفها من جوه وتقف بره، مش تخش جوه وتنضفها تقعد على كرسيه؟ انت اتجننت؟ انزل. وانا لما اقعد على كرسي هاكل منه حته؟ لا مش هتاكل منه حته يا ناصح، هتوسخه. انزل غور غور. يلا لسه هتتنى غور. بقول لك غور يلا. قرف قرف. ايه ده؟ ايديك دي ايديك وقرف. ربنا يسامحك. لا يا فريد باشا، لا لا لا، بعيد قوي بعيد قوي قوي. لا ده انا منزل لك 10% في الطلبيه اللي فاتت على اساسها زود لك الكميه، تقوم تقول لا لا. طب اقول لك، طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، فكر انت ورد عليا. ماشي سلام. لا يا يوسف بيه، لا الحكايه كده مش هتنفع بعد اذن سعادتك، يعني شوف لنا حل في الحكايه دي. حكايه يا زكي؟ الشغل اللي مكركب على دماغي يا يوسف بيه. الله، من ساعه ما الهانم العروسه خدت اجازه، يعني هو الحاج يتجوز وقالوا سنه؟ لعلم سعادتك انا شغال دلوقتي محاسب وسكرتيره في نفس الوقت. طب تصدق انت تنفع سكرتيره عسل يا زكي؟ هقول لك، بس هقول لك، هتلبس بادي، بس البادي ده يبقى ضيق ويبقى نوعه كارينه، وتلبس تحت بنطلون استريتش ضيق، وتعمل لي فيونك هنا وتدلدل جرس من ودانك. لا باشا باشا، انت عايز تطفش الزبائن ولا ايه؟ وبعدين يا عم التاريق براحتك، انا برضو شايل لك التقيله. قول التقيله يا زكاوي. الدكتور حسين بتاع المستلزمات الطبيه دلوقتي ما هوش عايز ياخد مننا لا سرنجات ولا مشارط ولا لزق الظهر ولا كانيولات ولا حاجه من دي من اصله. من ساعه عدم المؤاخذه ما اشتغل في اللزقه العجيبه بتاعت الرجلين اللي احنا جبناها دي، وهي مشت معاه وبقت 100 فل و14، وعايز كميه اكبر بكتير. طب وهنجيب له منين؟ البضاعه اللي عندنا كلها خلصت خلاص اتوزعت. انا برضو محسوبك يا باشا. ما سكتش، قعدت اتقصر وادور لغايه ما عثرت في تاجر في بورسعيد عنده كونتينر كامل على بعضه، بس المشكله بقى انه عايز الفلوس كاش. بس انا ما سكتش، دبرت له الفلوس ومستني تعليمات سعادتك ابعت اشيل. وبعدين لعلمك البضاعه دي دلوقتي بقت عامله زي المخدرات. طيب خلاص بلغ الحاج. حاج ايه؟ حاج ايه يا يوسف باللي هبلغه؟ هو انا قلت تقول لي احلبوه لقمة طرية وجايلنا لغاية عندنا تقول لي بلغ الحاج؟ اه تبلغ. امال عايزه يجي فجأة ويقول لك عايز اراجع الحسابات زي النوبة اللي فاتت، ونرجع احنا بقى نقعد نعمل افلام وانا اللي اتضرب بالمطوة في الاخر؟ وايه يعني يوسف بيه لما تتضرب في المطوة؟ ده على رأي المثل، وش من غير علامات زي الشوربة من غير بهارات. وبعدين لما الحاج يقول لك عايز اراجع الحسابات ساعتها يحلها ألف حلال. وما يدفع كاش؟ النص كاش والنص بشيكات على سنة، ولعلمك البضاعة دي مكسبها 100%. يعني ناخد احنا تمن البضاعة كاش في الأول، وبعد كده المكسب كله يبقى هو القسط. والراجل مستني بره، أقول له إيه؟ يلا توكلنا. ابعت الفلوس وخالي بتاع بورسعيد ده يشحن البضاعة، وأنت خارج تبعت للدكتور حسين ده. ماشي. بقول لك إيه؟ نعم. الروج اللي هي شايلاه في مكتبها اوعى تستخدمه لحسن الحاج يحطك في دماغه. لا ابعد عن الحاج. صباح الفل يوسف باشا. صباح الرضا يا دوك، اتفضل. اما البضاعه الاخرانيه اللي خدتها منكم مسمعه في السوق جامد قوي. اسمها البضاعه اللي خدتها مني مش منكو. الله، واحنا بنتدلع عليك واحنا بنعرف ناخد حق ولا باطل غير مع حضرتك هنا. بقول لك ايه يا دوك؟ امر في زياده في البضاعه الجديده 10%. هقول لك، بس هقول لك، هتدفع 10% عربون، وبعد اسبوع هتدفع 40%، والباقي على شيكات 9 شهور مش سنه، 9 شهور يا دوك. الشيكات دي مقدور عليها؟
انما ال 10% زياده دي ليه؟ بقول لك يا عسل، انت مش بتاخدها مني ب 24 وبتبيعها ب 99.5 وبتلزق مصاريف الشحن للزبون، ما جاتش بقى ال 10% بتاعتي دي يا دوك، خليك حلو. انت كده يا جو، محدش يعرف ياخد معاك حق ولا باطل. استبينا. ماشي. ايوه زكي. بقول لك ايه؟ الدكتور هيجي لك دلوقتي هيديك 10% عربون. لا الزياده هتبقى 10% بس. 10% بقول لا مش 17 مش زي ناس. اسمع الكلام، اسمع الكلام يا زكي. ماشي اتفقنا، يلا سلام. منور الدنيا يا حبيبي. ما تحرمش منك يا جدع، ربنا يكرمك. شرفت وانست. شكرا. حصلت البركه. سلام عليكم. سلام يا دوك. شكرا. نورت. عاد بسلام. حد ايه؟ حد وصل يا استاذ يوسف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج. يا اهلا بالوكاله الوارث يا حاج. يا اهلا يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. يا اهلا. قول لي اخبارك ايه؟ فضلت حته في المخازن عشان البضاعه الجديده؟ طبعا يا حاج كله تمام خلاص. طيب خير الحمد لله. كويس ان انا شفتك. انا اصلا دماغي مقلوبه. عمال افكر مش عارف اعمل ايه في حكايه الارض اللي عرضها عليا الراجل حفظ ده. الله. انت لسه بتفكر في المشوار ده يا حاج؟ طبعا. الا لسه هي دي تتساب. بس انا بقول يعني المنطقه دي يا حاج ما بياخدش فيها غير التقال اللي في البلد، وبصراحه يعني اصلا خايف ان ده مش كارنا. بيخص. اخص عليك، ده كلام تقوله وانت ابن الحاج سيد اللي مش كرنا، واحنا كل اللي اشتغلنا فيه ده كنا فاهمين في حاجه في الاول، وربنا كرمنا وبقينا اسياد الكار. وبعدين دلوقتي اللي بيستورد حاجه ما اشتغلش فيها الحاج سيد قبل كده بيجي لنا مطاطي وما بيعرفش يتصرف. طب وانت شايف ايه يا حاج؟ عايز سؤال. ربنا يكرمنا ونقبر حته يا ابني. ربنا كارم مصر اليومين دول وبيبيعوها، فاحنا لازم يبقى لنا حته فيها. وانت كنت قلت لي الراجل اللي هيسلك لك المصلحه دي هياخد كام؟ الراجل ده طالب 3 قنارب. ايه؟ بحالهم يا حاج؟ بحالهم؟ ده كويس انه وافق على كده، ده كان في الاول طمعان في 5. انا عايز اراجع الحسابات، خلي زكي يحصلها لي كلها ويوضبها لي. حسابات ما تمام. انت الحسابات دي انت رجعتها يا حاج قبل كده وورسيت، هتعمل ايه؟ لا ما رجعتش حاجه، انا بصيت فيها طياري كده. انا عايز ارجعها بالمليم عشان احدد ايه اللي ممكن اعمله بالظبط. يا ليله سودا. ايه يا يوسف انت بتقول حاجه؟ لا لا يا حاج، ده انا بقول اللي لينا نصيب فيها هنشوفه ان شاء الله. هنشوفه هيروح مننا فين.